بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك سيد الرئيس، مرحبا بالسادة الوزراء. بطبيعة الحال الفلاحة تعتمد على المياه، واحنا وقت اللي نجيو نشوفوا نلقاو إلا بلادنا على 10 سنين تلقى فيهم تقريبا سنتين أو ثلاثة يجيوا فيهم وفرة للأمطار، واحنا السنة حبان الله بهذه السنة السدود الكلية تقريبا تملأت بالمياه، ولكن ليس معنى هذا بكونه هذا راهو باش يبقى دائما وابدا موجود في بلادنا. شح المياه هذايا ما نجمو نتفاداوه الا بتحليه مياه البحر. السيد الوزير عرج على هالموضوع هذايا ولكن ما اعطاش عليه المعلومات الكافيه. هو المشروع هذايا هو مشروع هام وهام جدا لبلادنا، حيث انه ينتج تقريبا 54,000 متر كوب في اليوم، وبكلفه يعني طيبة جدا، حيث أنه يعتني بالماء اللي هو يتسمى ديستيلي، يجينا ديستيلي، ثم فما زاد إنتاج للملح وكذلك إنتاج بالطاقة الشمسية للكهرباء. فهالمشروع هذا احنا نعتبروه في ولاية المهدية باش يعمل لنا ثورة فلاحية إن شاء الله، ولما لا في كل تونس، حيث أنه هالمشروع هذا هو جاي من كفاءات توانسة، وكذلك الانتجراسيون بتاعه 90% موجودة في تونس، وهذا بطبيعة الحال احنا معولين عليه كثير. سيد الوزير احنا نحبه هالمشروع هذا يوقع تبنيه من طرف الدولة، ولكن نعملوه بالبارتيسيباسيون بيبليك بريفي بي بي بي. انا نحبش نلاحظ السيد الوزير لما لا ما تكونش لكل جهة لها الطابع الخاص متاعها. ولاية المهدية هي تقريبا الثانية في إنتاج الحليب، لما لا ما توليش هي حوض للألبان، وندعم هالتوجه هذا يولي طابع موجود في ولاية المهدية وهو إنتاج الحليب، يعني بعد ما نزيد نوفر المناطق السقوية في هالمجال هذايا، وبطبيعة الحال البقر الحلوب. ثم الثاني البقر الحلوب اللي قاعدين تقريبا كل عام نستورد فيه، لما لا ما نوليش ننتجوه في بلادنا؟ علاش ما نوليوش الاراخ اللي هما حبلة يوليو يوقع انتاجهم في تونس؟ هذا تقريبا في موضوع الالبان. بطبيعه الحال لابد زاد من الضغط على الكلفه، حيث انه اتره الحليب اذا كان نعرفها تتكلف 750 مليم، لما لا توا باقي المنتج يبيعها ب 600؟ هذا يكون غير معقول، ولهذا لابد من مراجعه هالمنظومه هذه حتى تتلائم مع ظروف المنتجين. سيد الرئيس انا نحبش نعرج على زيت الزيتون، حيث انه زاد الجهه هذه هي مختصه بزيت الزيتون. زيت الزيتون لابد من تعليبه، ولكن السيد الوزير تحدث على توسيع المناطق فقط، ولم يتحدث على تشبيب الزيتون الكبير، وهذا يراه ضروري ويعمل لنا مواطن شغل كبيره، ثم يزيدنا في الانتاج والانتاجيه. احنا اللي غالبين به السبانيور هو انتاجيتهم خير من انتاجيتنا، وهذا ضروري. شكرا على الدعايه للسبانيور. لا ابدا ابدا ما نعايرنا حد، لكن احنا بلادنا ولازم ندافع عليها. سيد نعايره لا لا دعايه يا ولدي، توا حصه سياحيه جايه، يهديكم يهديكم. ايه يا سيدي العزيز احنا ندافع. سيد باش نرفعوا